العيد راك معانا مباشرة. بغينا شي كلمة حول مدينة مدينة العيون طاح اللي ديكلاريتي فيها بالأوائل، وتقدر إن شاء الله تكون من الأولين. نقدر باقي ما عرفناش واش البروميان دوزيام سانكيام، بغينا نعرفوا بالعيد. الحمد لله كنشكرك الأخ صلاح اللي كتقوم بواحد المجهود كبير، وجيتي باش دينا واحد العملية ديال الكونترول، لأن تقريبا من الربعة و 48 دقيقة بالنسبة للجهاز الإلكتروني تي بي إس. كنتسنى الناس باش يديروا عملية الكونترول، حتى واحد ما جا، وكنشكرو حتى جيتي باش دير عملية الكونترول. أخويا دينا واحد جوج بياسات منهم المدينة الطاح، وديت واحد الحمامة المسابقة ديال بكرة، ومن تما مريح تبان ليا التكر جاي طاير بحال جوج وضحك. استغربت أنا، قلت له واش بغا يدخل في التوقيت هذا في ديكلاراسيون على الجهاز تي بي اس اللي كان شري العمل ديال الكوستاتور، وراقب الحمامه بان الحمامه ديكلاراسيون صحيحه ب 100%. ممكن بعيد تشوفوا الحمامه؟ شوفوا الحمامه هذا ما كان كتشاهدوا معنا متواضع. هذا والله اللي داير بالعيد، ماشي دارو هذا اللي كان من بعد ما تحرك لي الحمام، خلى هذا اللوف دار بيه ديك الحمام اللي كان تحرق، وبقى بحال هكا بقى كيوكر ويشرب. صراحة هذه هي الحمامة اللي أعلنت بها في المسابقة هذه. وبالنسبة للكاشي ديال العصبة هو هذا كما كتشاهدوا معنا في الصورة، وبالنسبة للخاتم هو هذا. صفر صفر 9715 2013 الحمامة ديال الموسم الماضي. وبالنسبة للعملية ديال الكوستاتور الجهاز الإلكتروني هو كما شاهدتي معنا الأخ صلاح، هي هادي ديكلاراسيون مع 16 48 22 ثانية 22 ثانية الخاتم 0097 15. الحمامة الأولى تبارك الله، الله يسخر أخويا بالعيد، مبروك عليك أخويا، مبروك بالإنجاز. وكما كيعلم الجميع فبالعيد هاد السنه فكان غير كنقولوا كما كان ناشط، ما كانش لاعب، كان غير ناشط مولع. هاي جات العيون، هو معروف عليه بالموفيطو، جات العيون والمسافه، جات العيون والمسافه راه تبارك الله السلاله. اخ صلاح ما نعرفوا السلاله هذه، الحمامه هذا في وحده ذكرت فيها ديال الاخ البطل الكبير وردان رشيد، فجوليان يوبيس مع القراصات بالنسبه للاب. وبالنسبة للأنثى فيها واحد الدم ديالها النغيمة، بقيت عقل على الدم، هو قال لي طونديم النغيمة حساني أبطال، طونديم النغيمة حساني تبارك الله. وداك الشيء اللي كاين، وكنت لاقيتها في الأول ديال السنة تقريبا في شهر 10 ديال الموسم الماضي، وحققت هذا الإنجاز. مبروك أخويا بالعيد، وكنشكروه وكنهنئوه نهنئوكم بالإنجاز اللي حققتي، وراه هادشي ما غريبش علينا، وهادشي راه تبارك الله راه معروف بطل، وكنتمناو وهادشي اللي كاين. وبالنسبه لي انا كندير عمليه الكونترول ديال العصبه ديال مدينه الدار البيضاء ابتداء موسمين دابا، وانا دابا كنحقق هذا الانجاز، وتشوف راسي حتى واحد ما جا عندي باش يدير لي عمليه الكونترول. السلام عليكم ورحمه الله. جو نو سي با، وهادشي اللي كاين اخويا. وتشكر جميع الاخوان ديالنا والله يسخر، تشكر الاخ صلاح الدين امشد، ما كاين الرقاد وما كاين الرقاد الله يسخر الجميع، ومبروك عليه، وكنشكر الحمامه هذه اللي دارت فيها البليزير هذا، وعلى